بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وآخر حلقات في الحجرات. إن شاء الله ممكن نكمل السلسلة بقى حجرات واحد واثنين وثلاثة، ولكن إحنا يعني في العشر الأواخر. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يبلغنا ليلة القدر، وأدعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا إياه من غير حول منا ولا قوة، قولوا آمين. وأدعو الله سبحانه وتعالى يجعلها حلقات مباركة تصل إلى القلوب وتبقى ذخر لنا في الدنيا وفي الآخرة، قولوا آمين. هنتكلم النهاردة عن معنى طيب جدا جدا من معاني الحجرات، معنى يفوق معنى الإنسانية. مش بتكلم عن أخلاق أو حسن خلق، لا، وحسن تصرف وتوظيف طاقات، كل ده عمله النبي عليه الصلاة والسلام في القصتين اللي أنا أحكيهم النهاردة. تعالوا ما نعرف النبي عمل إيه مع أصهاره لو كانوا مشركين بيعبدوا الأصنام، أبو سفيان وزوج السيدة زينب. أحكي القصتين دول مع أبو سفيان. مين بنته؟ السيدة رملة بنت أبي سفيان، تزوجت عبيد الله بن جحش وهجرت معاه الهجرة الأولى للحبشة. هي مين بقى اللي سابت بيتها وسابت الأعيان وسابت كل ما لها؟ وانتوا عارفين ان واحد لما زمان كده بيقولك ايه، انا ليه عشيرة، انا ليه قبيلة، سابت كل ده راحت مع زوجها تنجو بدينها للحبشة. أصابها في الحبشة حدث، يعني مش عايزه اقول مثلا، مش يعني يقول لك ايه، خبر موت الزوج عند زوجته صعب جدا، وان زوج المراه لم بينها بمكان. تخيلوا بقى ان الزوج اللي راحت وهجرت بيه وسابت العشيره وابوها وبيتها وكل ده عشان تفر بدينها، تنصر واتجه للنصرانيه وسابها ومات وهو نصراني. ولما انقضت طبعا طعن، انا في غربه وغربه جوه الغربه بدون الزوج والسند، ولكن انا افر بديني. صبرت واحتسبت، لما انتهت عدتها بعت لها النجاشي الملك وقال لها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها رسول بعت محمد بعت يخطبك. ولما طبعا شفتوا الجبر، شفتوا العوض من الله سبحانه وتعالى، اما بعت لها وكده طبعا وافقت. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال لا، يعني سيد الرجال وسيد الرجال. راح النبي عليه السلام وقام جاي بعت النجاشي معاها أساور من نحاس مع الخادمة. التبستها السيدة أم حبيبة وراحت فين؟ وراحت للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبقت أم من أمهات المؤمنين، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. لها مواقف كثيرة جدا، أنا هقول لكم على موقف، وده الموقف المشهور في السيرة. ليه؟ عشان تتعلمي يا دي الزوجة تعملي إيه وترضي زوجك ازاي، حتى لو في غيابه وان غاب عنها. حافظات مش بس في المال والاهل، حتى في ممكن الخلق او فعله او تفصيله صغيره قد كده ولكن بتاذي. جه ابو سفيان، جه مره المدينه، كان بيتفاوض على الامر مع النبي عليه الصلاه والسلام، وراح يزور بنته. دخل فحط قعد على الفراش النبي عليه السلام، فسحبت الفراش ولا يطئ الفرشة كنا ما يكره. فقال لها يعني انت فيما معناه بالمصري بتاعنا كده، يعني انت بقى اللي مستخسرة الفراش فيا ولا مستخسراني انا في الله؟ فقالت له لا ولا هذه بردة النبي صلى الله عليه وسلم، اكره ان يضيره او انه يصيبه حاجة زي كده. طلع طبعا، تخيلوا اب هيطلع طبعا زعلان ومقهور وكذا وكذا، بس تحسب له. هو النبي عليه السلام شافها؟ طيب مين اللي شاف؟ الله سبحانه وتعالى. وإن غاب عنها، أنا نفسي التعامل يبقى بين الزوج والزوجة، تبقى الزوجة في التكات دي، أنا عارفة دماغكم هيجيبني، وأنا عارفة أنتوا هتقولوا إيه، طب ما هم يعملوا، وأنت دايما تقولولنا وأي محفل وأي محاضرة وأي مش عارفة إيه، الزوجات وزوج وصية الزوج بنكلمهم، بس أنا بركز معاكي دلوقتي. لما تراعي حتى تعب عينه، لما تراعي حتى وجع نفسيته، لما تراعي لا انا عارفه ان ممكن زوجي يتضرر ولو بنسبه 1%، ما اعملوش. الامر تاني، الامر شافوا الزوج، هو طبعا اتعرف بعد كده عشان يبقى احنا ما دام وصلنا، ما شافوش. طيب هيقدره هو ولا ما يقدروش؟ مين شافه؟ الله عز وجل. انا عايزاكي كده، تعالى ما اديكي مثال تاني عشان يقرب لك المعنى اللي انا عايزه اقوله لك. البغي اللي من بني اسرائيل اللي سقط قلب، بغي يعني فتحة مكان بغي، سقط كلب، قالت والله وجد الكلب ده مني ما مثل ما وجدت وسقط قلب، غفر الله لها. غفر له بإيه؟ بسقي الكلب. ليه؟ أصل ساعتها ما كانش فيه السيلفي والأضواء، وشوفوا بنعمل العمل الفلاني، وشوفوا المشهور الفلانية بتعمل كذا وبيعملوا كذا، لا في صحراء ما حدش شايفه.
عملت العمل ده خالص فاغفر لها. لما تعملي عمل خالص لله تاخدي ثواب. طب لما اعمل عمل خالص لله وبغية رضا الله في زوج الله، دي من الاجور المضاعفة، انا بسميها كده، دي من الاجور المضاعفة. انا عامل عمل ارضي بيه الله سبحانه وتعالى، عمل خير طبعا، وفي نفس الوقت انا هرضي بيه زوجي. جميل كده، حتى لو هو مش شايف، حتى ولكن يقبل الله ان علشان هو صدق العمل دوت وكتب نية خالصة. اصله اب، والاب شوف له كان مكان، يعني مش زي دلوقتي العيال مش عارفه بيزعقوا في اهاليهم ويعملوا مع، لا زمان كان في قدسيه كده للاب، وكان في احترام وتقدير، تقدرش ترفع عينك كان له. وما بالكوا بقى بايام الصحابه وعملت العمله دي حسبه لله. موقف جميل. اخر موقف للسيده رمله في مماتها، لما حست بقرب ودنو اجلها ايه اللي حصل؟ جابت السيده عائشه تستسمح، فكان وليك ان تستسمحها فيما كان بيني وبينك من شغل الايه؟ الاضرار بقى وزوجة النبي ودي زوجة تانية وكذا. سمحتها السيدة عائشة، شكرت لها السيدة ام حبيب. طب موقف النبي بقى مع ابو سفيان بعد فتح مكة، بصوا اتصرف ازاي، شوفوا الانسانية، وده معنى وده عنوان حلقتنا. اتصرف قال ايه؟ من دخل بيتي فهو امن، ومن دخل بيت سفيان فهو امن. الامر ده فيه ايه؟ مش بس ان هو راعى نفسيه وفهم ان ابا سفيان رجل يحب الفخر، عطى ما تحب، عطى واللي دخل ما قص، انت مش احنا راعينا الجزئيه دي عندك، حلو قوي. مش بس توظيف للمهمه وللطاقه لا لا لا، ده راعى نفسيه اللي قدامه، وده من افضل الاشياء اللي انت تطلع بيها، مع انك مشرك، مع انك عادتني، مع انك جيت قدامي في حرب، جيت قدامي في كذا، ولكن الله سبحانه وتعالى أرسل على لسان نبيه الأمر ده عشان يبقى تأصيل لنا إحنا، معنى الإنسانية أعلى كمان، إن أنا لا أبقى ورعينا أمر زي ده. تمام، ده جزئين. الموقف الثاني موقف النبي عليه الصلاة والسلام مع زوج السيدة زينب العاص بن أبي وائل، لما مرضاش يأسلم العاص وقال للسيدة زينب لا يخلص إليك، وخلاص تحرم المشركين على المسلمات، وسافرت السيدة زينب وهجرت للمدينة، وفضلت تأمل إن زوجها يسلم ويعود للدين والإسلام. وما جه النبي صلى الله عليه وسلم متأثر العاص بن وائل مع الأسرى اللي كانوا جايين في التجارة، ها؟ قال إيه النبي عليه السلام؟ قال والله ما زممناه صهرا، وقبل شفاعة السيدة زينب فيه، أنا زينب بنت رسول الله وقد شفعت وأنا أجرت العاص بن وائل. النبي عليه السلام والله ما أعلم ما قالت إلا مثلكم بعد صلاة الفجر. فإن شئتم رددتم إليها قلادتها وقبرتم جوارها. النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول، مع إن هو مرضاش يطلقها، يعني زي ولاده البنات التانيين، العاص بن وائل مرضاش يطلق سيدة زينب، ووداها لما النبي عليه الصلاة والسلام قال تجي للهجرة تيجي للمدينة وداها. النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يقول ده كافر وده مشرك، وتعرفين الناس بيحصل إيه لما يبقى فيه خصومة، لكن لا، قال والله ما زممناه صهرا، عشان كده أسلم العاص. أنا مش أسلم في المدينة، مرجع مكة ورجع الأمانات الناس وارجع أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. إحنا عايزين كتبه كده، المروءة، فين روح الشريعة، فين روح الإسلام، فين الأخلاق والشهامة والمروءة. أدعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الخلق ده، وادعو الله سبحانه وتعالى ما تنسوناش في الدعوات ان شاء الله في الايام المباركه ديت، وربنا يجمعنا في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.